الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بإحالة توصية الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها استجابة لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص. الرئيس السيسي أكد أيضا على أن استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشددا على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائله المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ. في الاتجاه الصحيح العادل تتجه أجندة الحوار الإنساني فتتلقى استجابة سريعة من الرئيس وجبرا للخواطر. مساء الخيرات، أهلا وسهلا بحضراتكم وجولة جديدة من جولات برنامجكم برنامج اليوم. وبداية جولتنا النهاردة هتكون من توجيه مجلس أمناء الحوار الوطني رسالة اعتزاز وتقدير للاستجابة العاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطني واللي بتخص قضايا الحبس الاحتياطي، وتوجيه سيادته بإحالة التوصيات للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات المتفق عليها. مجلس الأمناء تقدم بالشكر للرئيس لدعمه الكامل للحوار الوطني واستجابته العميقة للتوصيات الصادرة وثقة سيادته بأن جميع التوصيات المتفق عليها هي نتيجة مناقشات جادة تميزت بالتعدد والتخصص، وكذلك لانحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. أيضا أعرب مجلس الأمناء عن تطلعه من جميع الجهات المعنية سرعة العمل على تنفيذ هذه التوصيات ووضعها موضع التطبيق. مزيد من التفصيل والتفاصيل نناقشها مع ضيفنا اللي بينضم لنا هاتفيا، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بك استاذه دينا، تحياتي ليك ولكل الساده المشاهدين. تحياتنا ليك، وبكل تاكيد محتاجين نسمع من حضرتك ابرز التوصيات اللي رفعت للرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص ملف الحبس الاحتياطي. اولا طبعا التوصيات النص الكامل ليها مش متاح من الحوار الوطني، كنا ننتظر حتى تصل الامور الى السيد الرئيس، لكن استطيع ان اوجز الامور في خمس محاور أساسية يعني تتضمنها هذه التوصيات. التوصية الأولى أو المحور الأول في التوصيات كان يتعلق بمدد الحبس الاحتياط، بمعنى أن هناك توافق كامل بين كل المجتمعين من القوى السياسية المختلفة بضرورة أن يتم تخفيض المدد. المدد كما هو معلوم اللي موجودة 6 شهور في الجنح، 18 شهر في الجنايات، و24 شهر في الجرائم اللي يعني فيها حكم سجن مؤبد أو إعداد. ده التوافق العام. وبطبيعة الحال في ناس بيتكلموا على الهبوط أو التقليل المدد إلى أقصى درجة ممكنة، والبعض بيقول لا يعني تقليل نسبة قليلة، لكن في توافق على ضرورة التخفيض. النقطة الثانية في التوافق هي تتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي، بمعنى هل يمكن يعني أن يتم الاستعاضة عن الحبس الاحتياطي ببدائل مختلفة. بدائل بمعنى أنه في بعض، بالمناسبة طبعا مهم جدا السادة المشاهدين يعرفوا أنه في مرات الحبس الاحتياطي وجوبي. ليه هو الحبس الاحتياطي وجوبي؟ لأنه خوفا من العبث بالأدلة زي ما بيقولوا، أو في بعض المرات في الصعيد على سبيل المثال في قضية ثأر وفي شخص متهم بقتل شخص آخر، لو تم الإفراج عنه ما في حبس احتياطي قد يتعرض للقتل.
احيانا وكيل النيابه بيقول ان وجود المتهم في الحبس الاحتياطي افضل له وحفاظا على حياته. احد المشاكل او التصورات الخاطئه هو الاعتقاد بان الحبس الاحتياطي يتعلق فقط بالقضايا السياسيه. هذا ليس صحيحا، لانه يعني موجود في قضايا اخرى كثيره. وبالتالي البدائل هنا، هل يمكن الحبس الاحتياطي يكون مثلا عبر المراقبه الالكترونيه، يتم وضع اسويره في الكترونيه في يد المتهم، او وجوده في مكان ثابت ومحدد وليكن البيت مثلا او منطقه معينه. هذا التوصيه الثالثه تتعلق بمحور مهم وهو قضيه التعاصر. تعاصر القضايا دي مساله في منتهى الاهميه وقد لا يدركها البعض. طب احنا عايزين نفسرها، يعني ايه تعاصر القضايا؟ التعاصر القضايا بمعنى ان شخص الشرطه ذهبت الى منزل احد المتهمين بتهمه الرشوه. حينما ذهبوا وهم يفتشون عن مبلغ الرشوه الموجود طبقا للادله اللي عندهم، لقيوا قطعه مخدرات. فيتم القبض على هذا المتهم ويحاكم بتهمه الرشوه، لكن لديه قضيه اخرى اسمها قضيه المخدرات. مثلا حينما ينتهي الحبس الاحتياطي في قضيه الرشوه، يبدا الحبس الاحتياطي في قضيه المخدرات. وهو داخل السجن يقوم على سبيل المثال بدفع مبلغ لشخص ما وان يقوم بقتل الرجل الذي قام بالابلاغ عنه. فبي عنده هنا ثلاث قضايا: رشوه، مخدرات، قضيه قتل. هذه هي قضية معنى كلمة تعاثر القضايا. صحيح، التعاثر بمعنى ان هو يعني يرتكب اكثر من قضية في وقت واحد او في فترة زمنية معينة خلال وجوده داخل السجن. وبالتالي هذه القضية لا تخص فقط كما يقول البعض الحبس في قضايا سياسية، لكنها بتتطرق الى جنايات جنائية كثيرة، جنح وجنايات وغيرها. طيب كيف استقبل المشاركون في الحوار الوطني استجابه الرئيس العاجله؟ طب اتفضل. الاحتياطي القاتل اللي هي التعويض، ان يتم تعويض المتهم الذي تم اثبات براءته في قضيه الحبس الاحتياطي على تعويض. التوافق الخامس كان حول ما هو متعلق بتدابير المصاحبه للحبس الاحتياطي، انه ده اجراء احترازي لا ينبغي ان يتحول الى عقوبه، وبالتالي ينبغي ان يكون القرار مسببا ومحددا بمده زمنيه. النقطه المهمه فيما ورد اليوم في قرار في بيان السيد الرئيس، انه بالتقريبا جاء فيه على كل هذه التوصيات الاساسيه التي صدرت عن الحوار الوطني، وبالتالي كل الشكر والتقدير للرئيس لانه تبنى هذه التوصيات التي حصل عليها توافق كامل من كل المجتمعين. المجتمعين هنا اقصد بهم كل القوى السياسيه من كل الافكار والرؤى والجمعيات الحقوقيه ومنظمات حقوق الانسان والخبراء. وبالتالي الصيغه التي الكلمات التي وردت في بيان السيد الرئيس دفعه قويه للحوار الوطني، يعني انتصار كامل للتوافق الوطني، وبالتالي اشاره مهمه جدا ان الدوله المصريه جاده فعلا في اقتحام مثل هذه القضايا التي ظن البعض انها شائكه جدا ولن يتم التطرق إليها. حقيقي هي ليست فقط ثقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحوار الوطني وما تمخض عنه، لكن أيضا ثقة في الشارع المصري والمواطن المصري في من يمثلوهم في الحوار الوطني لرفع صوتهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.